صدق الله. الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما تدخل الحرم وتطوف وتقرأ قرآن ما بيرتاح قلبك، والله يا ربي راح يريح قلبك. نبغى ناخذها بالعقل، الله بيسعد اللي بيطيعونه ولا اللي بيعصونه؟ أكيد اللي بيطيعونه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله اللي يبعد عن الله وحياته تكون معاصي وذنوب وخطايا، إنه عاش في تعاسة وهم وضيق وعدم توفيق من الله. واللي يقرب من الله ويطيع الله ويتوب إلى الله، الله سبحانه وتعالى راح يجعل في قلبه السعادة والنور في وجهه. يوم القيامة لما يجمع الله الناس، الناس تنقسم إلى قسمين، وراح يكون هناك فريقين. أنت راح تكون مع أي فريق؟ الفريق إن ذكرها الله في القرآن: فريق في الجنة وفريق في السعير. أعمالك اللي قاعد تسويها في الدنيا هي اللي تحدد نهايتك ومصيرك في الآخرة.